بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما اللهم امين. معاكم سمسمة من قناة سمسمة للتربية المنزلية للدواجن. احب بس قبل ما ابدأ الفيديو اقول للي بيشوف القناة لاول مرة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من مش مشتركين في القناة، وتدعموا القناة والقناة تكبر بيكم، وتدوسوا على زرار اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نبدأ بقى بسم الله. فيديو النهارده اهو، دول من قدام بدأت لكم النهارده اهو قدام الكتاكيت البلدي. دول النهارده عمرهم 5 ايام، حبيت اوريهم لكم واقول لكم انا حطيت لهم ايه، البلدي والابيض والسيسو. دول الكتاكيت البلدي. انا النهارده حطيت على العلف رشه كده خميره فوريه، وحطيت على لتر الميه معلقه كبيره عسل اسود. طبعا العسل الاسود مفيد جدا ليهم، يعني فيه فيتامينات وفيه يعتبر املاح معدنيه وبيفتح الشهيه. بس الخميره يا جماعه لو في اسهال يستحسن بلاش نحط لهم خميره، عشان الخميره بتزود الاسهال. نعالج الاول الاسهال وبعد كده نحط خميره. دول الكتاكيت البلدي. اوريكم بقى الابيض والساسو. دول الابيض والسيسو برضو حطيت لهم نفس ما حطيت للكتاكيت البلدي، رشه خميره فوريه على العلف وحطيت عسل اسود على الميه. دول كده النهارده عندهم 5 ايام. لو بعد ما حطيتوا الخميره لاحظتوا ان البراز بتاعهم لين شويه، يعني مفيش مشكله لان هو الخميره بتعمل لهم لين شويه كده او يعني اسهال، بس هو بيروح بمجرد ما بتوقفوا الخميره بيروح، ما فيهوش اي مشكله يعني. وطبعا الخميره احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هي الخميره برضو بتزود الوزن، بتقضي على اي مشكله في الامعاء، وبتزود البكتيريا النافعه اللي بتبقى في الامعاء وبتحسن الهضم. او هم صغيرين انا بحب احطها على العلف. دول الساسو اهو، الاثنين البني الغامقين والباقي الابيض. انا بس قلت اوريهم لكم النهارده واشارككم معايا، هم النهارده عندهم 5 ايام، واقول لكم انا حطيت لهم ايه. انا حاطه لهم العلافه عشان بس يتعودوا عليها، لكن هم طول ما هم صغيرين كده هم مش بيعرفوا ياكلوا منها، هم بيحبوا ياكلوا من اي حاجه مفتوحه زي الطبق اللي انا حطاه كده. بس انا حاطه لهم العلافه عشان يتعودوا منها، وشويه شويه كده يبتدوا ياكلوا منها. دول 5 ايام. ودول البلدي هم تاني. البلدي بقى انا حاطه لهم الطبق الكبير لان هم برضو لسه برضو بيفضلوا كده صغيرين شويه، يعني حجمهم مش بيكبر بسرعه زي الابيض وزي الساسو، مش هيعرفوا ياكلوا من العلافه. اهم البلدي انا بس حبيت اوريكم واقول لكم انا حطيت لهم ايه. فاي حاجه ان شاء الله هحطها لهم برضو جديده هصور معاكم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان تدعموا القناه يا جماعه وتكبر وتوصل لاكبر عدد ممكن، وشير او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني بقى في فيديوهات تانية جايه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.